الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. انخفضت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط بمقدار دولارين و85 سنتا على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار دولارين و18 سنتا ليصل إلى 74 دولارا و35 سنتا للبرميل، فيما انخفضت أسعار خام البصرة المتوسط بمقدار دولارين و18 سنتا ليصل إلى 77 دولارا و25 سنتا للبرميل. هذا وارتفعت أسعار النفط لتتعافى من أدنى مستوياتها في 7 أسابيع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، على الرغم من أن الأسعار ظلت تحت ضغط من المخاوف بشأن الطلب في الصين. أفادت شركة النفط الوطنية الكورية بأن العراق جاء رابعا كأكبر مصدر للنفط الخام خلال شهر حزيران، وذكرت الشركة أن العراق جاء رابعا كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية لشهر حزيران الماضي وبواقع 8,849,000 برميل، منخفضا بنسبة 0.5% عن نفس الشهر من عام 2023 التي بلغت فيه الصادرات النفطية لكوريا الجنوبية 8,894,000 برميل، ومرتفعا عن الشهر الذي يسبقه بمقدار 6% حيث بلغ 8,317,000 برميل. بلغت استيرادات العراق للحوم من البرازيل أكثر من 300 مليون دولار خلال العام 2023 حسب موقع تريد ماب، وذكر الموقع في إحصائية له أن العراق استورد اللحوم من البرازيل خلال العام الماضي بكمية بلغت 153,969 طنا بقيمة إجمالية بلغت 313 مليون دولار، وأضاف أن حصة العراق من واردات اللحوم البرازيلية المصدرة للعام بلغت نسبتها 22%. قفزت فوائد الديون المصرية بنسبة 80% على أساس سنوي مسجلة 1,322,000,000,000 جنيه في 11 شهرا الأولى من العام الحالي المنتهي في 30 حزيران الماضي. وأظهر تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية أن فوائد الديون استحوذت على ما يقرب من 60% من جملة الإيرادات العامة للدولة، فيما شكلت نحو 48.5% من إجمالي المصروفات الحكومية في الفترة نفسها. ألغت الحكومة البريطانية الجديدة عدة مشاريع بناء وسحبت إعانات الوقود الشتوية لملايين المتقاعدين لتغطية ما وصفته بعجز جديد في الميزانية العامة. وأعلنت وزيرة المالية البريطانية الجديدة راشيل ريفز أمام البرلمان عن خفض الإنفاق العام على الفور بواقع 5,500,000,000 جنيه استرليني. وقالت ريفز إن حالة المالية العامة ليست مستدامة وتشكل خطراً على الاستقرار الاقتصادي إذا تركت دون علاج. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.